ده يا ليلى فين في ايه؟ في حد ساكن هنا في الرابع اسمه مرزوق ابو الحسن. في ايه يا سعاده البيك يا فل الشر؟ انا مرزوق ابو الحسن. طب اتفضل وريني اوضتك. اوضتي؟ ليه يا فندم؟ من غير لك ايه؟ انا مش فضيلك. ايوه يا فندم بس افهم. قدامي من سكات. اتفضل يا فندم، في اوضتك. خش دور منك له بسرعه. حاجة هي حضرة الضابط. ايه ده؟ ما انتش عارف ايه ده؟ دي صيغة مراتها ساعة البيت. الصيغة اللي سايباها المرحومة مرات البنت وردة. بنت تضايق اللي ما حدش غيرها. ومين اللي جابها اوضتي؟ هيكون مين غيرك انت؟ انت اللي سرقتها وخبيتها في الأوضة. مش عيب عليك يا راجل تبقى فندي محترم كده وحرامي.